تم اليوم عقد اجتماع في معتمد دقة الغربية من ولاية جابس تحت إشراف السيد المعتمد أو المكلف بتسيير شؤون ولاية جابس بحضور السيد معتمد دقة الغربية الأمن عمدة المنطقة وممثلي المجتمع المدني وممثل المواطنين كيف حضور ممثلي الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بولاية جابس. كنقطة أولى احنا كجمعيات علنا تمسكنا بمطلبنا القانوني وهو مسألة جبر الضرر للناس المتضررة ماديا ومعنويا بالمعاناة هذه منذ 5 سنوات من جراء انقطاع المياه وأكثر. كيف جبر الضرر للعائلات اللي منازلها مهدد بالسقوط من جراء تسرب المياه من الشبكة المائية. كنقطة أولى تم تعهد الشفاهي من طرف الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بأن نهار الأربعاء من الأسبوع القادم سيتم عقد جلسة أخرى فيها سيتم إعطاء رزنامة كتابية لانقطاع الماء في منطقة بوشمع اعتمادا على نظام الحصص حسب ما ينصه المنشور الوزاري الواضح. كيف كنقطة أولى سيتم التعاقد بإعطاء تواريخ لنهاية الأشغال الأبار وإلا للصيانة. كيف كنقطة أولى. كنقطة ثالثة عفوا فما عائلات إلى حد هذه اللحظة ما تم شربتهم بماء صالح للشراب، هنالك وعود بالتدخل العاجل.